نشوف تقرير مع بعض عن مواصلة الأهلي لاستعداداته قبل مواجهة شباب بلوزداد ونرجع نكمل حلقتنا. خلال فترة التوقف الدولي لانطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في كوتيفوار، استغل المارد الأحمر توقف المباريات بالاستعداد الأمثل للمواجهات المقبلة، بدأها بمعسكر الإمارات الذي خاض خلاله مبارتين وديتين أمام كل من الأخدود السعودي وحتى الإماراتي، وبعد عودته خاض مباراة ودية أخرى أمام فريق سموحة. يستعد المارد الأحمر بعد انضمام لاعبيه الدوليين الذين كانوا مع منتخبنا الوطني، إضافة لعلي معلول وإليو ديانج بعد انضمامهم للتدريبات وانتهاء مهمتهم مع منتخبات بلادهم. يواصل المارد الأحمر تحضيراته لتحدياته المقبلة التي سيستهلها بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 من الشهر الحالي في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا حامل لقبه. الجهاز الفني بقيادة المدرب مارسيل كولر يسعى لتجهيز القوة الضاربة لمواصلة تصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة التي يحتلها برصيد 5 نقاط لحسم التأهل للدور المقبل، كما يطمح المارد الأحمر في مواصلة مسيرة الانتصارات التي حققها والتتويج بألقاب جميع البطولات التي يخوض منافساتها خلال الفترة المقبلة.